السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. سابقا تحدثنا عن هذا المنتج من ماركة الدي ال سي اللي هو الخلاط اللاسلكي، جميل جدا وعملي ورائع. اليوم بنجرب أداءه وقوته باستخدام السلك. ملاحظة بس لاستخدام هذا المنتج في سيفتي أو السلامة، الأول لازم تضغط مرتين، ثانيا لازم تكون بإغلاقه كامل. يمكن بعض الزبائن يقول ما يشتغل، لو هذه النقاط ما جت هنا ما بيشتغل، فلازم تحطه هنا تضغط. الآن بنجرب مع الثلج، نحط الماء. لازم ممكن أنك تخلط الثلج بدون ماء، فالآن بنحط الماء للتسهيل، تمام، وأشوف كيف قوة هذا المنتج. هذه النتيجة ما شاء الله، بسبب إنه ما موجود فيه غير ماء وثلج. تشوفوا نعومة الثلج، وإذا ممكن تتحكم فيها بس بأي طريقة. فمنتج قوي جدا صراحة وعملي.